عدوا دوري الابطال بصراعات جوه الملعب وماتشات زي بايرن وليفربول وبرشلونه واليو وشالكة وسيتي ويوفي واتليتيكو مدريد، وصراعات بره الملعب ما بين الناس اللي قاعده على القهوه عايزه ماتش برشلونه واليو وماتش ليفربول وبايرن ميونخ، وصراعات من ناحيه كل حاجه. عشان نعرف كل حاجه يلا نخش بها. خلينا نبدا بالماتشات الاقل اهميه زي سيتي وشالكي وبرشلونه واليو، اقل اهميه من حيث الفرجه على الماتش مش من الفرق اللي بتلعب في المباراه النهارده. خلينا نبدا باليو وبرشلونه. خلينا نبدا بالغيابات، وغيابات ليو في ماتش النهارده هو نبيل فكير، وغيابات برشلونه هم ارثور ورافينيا وسيليسن. اخر خمس ماتشات ليو كسب فيهم 4-1 كان ضد بي اس جي وكسبوا 2-1، وماتش اللي خسروا كانوا قدام نيس وخسروا 1-0. وبرشلونه باخر خمس ماتشات كسب 2 وتعادل في 3. برشلونه بيلعب بال 4-4-2 او 4-2-3-1. اللعبه بتاعت ال 4-4-2 دي بتبقى موجوده لما نبيل فكير بيبقى مش بيلعب في المباراه او مش موجود في المباراه، سواء الايقاف او حتى الاصابه. اما 4-2-3-1 بتتلعب لما يبقى نبيل فكير موجود بيلعب اللعب نمره 10 عشان هو يوزع اللعب. ففي ظل نبيل فكير غايب في ماتش برشلونه اللي هيبقى في فرنسا، فهيبقى في ليو هيلعب 4-4-2، بس ليو بيبقى على ارضه سواء في الدوري الفرنسي او حتى في دوري الابطال بيبقى على ارضه خطر جدا ويبقى صعب جدا على برشلونه. قدرنا نشوفه ضد باريس سان جيرمان كسبوا 2-1 على ارضه، وكمان ضد مانشستر سيتي قدر يخرج منه باربع نقط، تعادل في ارضه 2-2 وكسب مانشستر سيتي بره ارضه 2-0. يعني ليو خطير جدا سواء جوه ارضه او بره ارضه، عنده فتح لعب زي تراوري وعنده نبيل فكير لما بيرجع، وعنده كمان اللاعب الخطير ممفيس ديباي. يعني ليو خطير من كل النواحي حتى لو نبيل فكير مش موجود. الناحية التانية بقى برشلونه بيعتمد على كل لعبه بلعبه 4-3-3، سواء في نص الملعب بيلعب بوسكيتس ورافينيا وراكيتيتش، او بيلعب بوسكيتس ورافيه وراكيتيتش وفيدال، او بيلعب بوسكيتس وراكيتيتش وارثور، او بيلعب بوسكيتس وراكيتيتش وسيرجيو روبرتو. المهم بيلعب بوسكيتس وراكيتيتش جنبه التالت بقى، سواء بقى فيدال او ارثور او رافينيا او سيرجيو روبرتو او حتى الينا او لينا اللاعب الصغير الشاب اللي بينزل من عندك. لكن بكل المقاييس اللعب كله يبقى معتمد على ميسي، لان ميسي بيبقى موجود بكل النواحي. ما دام هو موجود في الملعب هيقدر يحل لك كل حاجه ويحل لك كل المشاكل. وناحيه ثانيه مفروض ديمبلي المفروض لو رجع الاصابه وابتدى الجهاز عشان نلعب ماتش ليو، لا مش موجود ارجع نلعب بمالكوم وميسي ومالكوم وسواريز في الهجوم، هيعملوا خطوره كبيره جدا، هيعملوا شكل كويس جدا ضد ليو. برشلونه هيقدر يكسب ولا لا؟ عشان نعرف كله خليك تتابع اخر حلقه عشان تعرف توقعات كل الماتشات. خلينا نروح بقى لشالكي وسيتي. غيابات شالكي عم برو هم شبوف وستامبولي، وغيابات سيتي هم ميندي وكومباني وبرافو. اخر خمس ماتشات لشالكي كسب 1 وتعادل في 2 وخسر في 2. اخر خمس ماتشات لسيتي كسب 4 وخسر 1، والواحد اللي خسره كان قدام نيوكاسل وخسروا 2-1. موقف الفريقين في الدوريات بتاعتهم، شالكي في مركز ال 14 وتقريبا بينافس على الهبوط، اما مانشستر سيتي في المركز الثاني في الدوري الانجليزي وبينافس على اللقب. شالكي بيعتمد طول الموسم بيعتمد على تشكيلتين 4-4-2 او 4-2-3-1، بيعتمد تقريبا المدرب بيلعب التشكيلتين دول على حسب الفريق اللي قصاده، سواء بيلعب على الاطراف او بيلعب في العمق، فبيلعب 4-4-2 او 4-2-3-1. وبصراحه انا مش معتمد او مش مركز مع شالكي او مش متابع شالكي بمعنى صح خالص، بعد ما ساني مشي وكذا لعيب مشي من شالكي مش بتابعه او مش بفرج عليه خالص، وكمان شالكي بيلعب في الدوري الالماني ومش بحب الدوري الالماني، فما اعرفش حاجه عنه غير الاحصائيات اللي قلتها لكم والغيابات والتشكيله اللي بيلعب بيها بس. اما سيتي زي ما احنا عارفين بيلعب 4-3-3، وفي نص الملعب بيلعب بديفيد سيلفا وتبرويني وفرناندينيو، وده بيلعب بساني وستيرلينج واجويرو تقريبا. يعني ماتش دون هيبقى لاعب شالكي بيقول لجوارديولا خد يا باشا خد اتفضل يمشي عدي روح الدور اللي بعده، انا مش عايز حاجه من ماتش تاني. وبصراحه الماتش يبقى حاسس بالاحساس اللي هو يبقى سكور كبير قوي على شالكي، بس برضه هنعرف التوقع في الاخر. خلصنا بقى من الماتشات السهله للفرق الكبيره، يلا نخش بقى لماتشات الموت وتكسير عظام. وخلينا نبدا بماتش بايرن ميونخ وليفربول. خلينا نبدا بغيابات ليفربول صاحب الارض والجمهور وصاحب مدعكه النهارده. هما الغيابين الاثنين هيغيبوا النهارده هما من خط الدفاع، هو فان دايك ليدكوف وجوميز للاصابه.
وغابي بارميان هما مولر للايقاف وبواتينج وتوليسو. بس بواتينج وتوليسو بيقولوا انهم ممكن يلحقوا المباراه سواء في الانفيلد او في الاليانز ارينا. اخر 5 ماتشات للبايرن ميونخ كسب 3 وتعادل في 2. اخر 5 ماتشات لليفربول كسب في 3 وتعادل في 2. واخر 5 ماتشات لبايرن ميونخ كسب 4 وخسر في 1، والواحده اللي خسرها كان قدام بايرن ليفركوزن وخسر 3-1. بايرن ميونخ بيعتمد على 4-3-3 او 4-4-2 او 4-1-4-1. 4-4-2 بيلعبها لما مولر موجود، بيلعب مولر وليفاندوسكي الاثنين مهاجمين. اما 4-1-4-1 بيلعبها دايما في اغلب ماتشات الدوري، و 4-3-3 بيلعبها في ماتشات قليله. 4-1-4-1 هي التشكيله الامثل اللي يلعب بيها قدام ليفربول في الانفيلد، لانه ممكن يقفل نص الملعب بالاثنين الاطراف اللي بيرجعوا يدافعوا مع الباكات، والاثنين في نص الملعب بيرجعوا اكيد يقفوا جنب اللاعب اللي في نص الملعب سواء بقى كانترا او خافي مارتينيز. بس انا وجهه نظري يلعب بخافي مارتينيز، هو اللاعب نمره 6 وقدامه خامس رودريجيز وتياجو كانترا وايبر بريوك او كومن هم ناحيه الشمال، وروبن او توليسو هم ناحيه اليمين، وليفاندوسكي المهاجم. ليفاندوسكي او بايرن عامه يقدروا يكسبوا الكوره او سكند بول اللي بيلعبوه لو لعب كرة طويلة يقدر ياخد السكند بول بسهولة جدا، لانه هيبقى عامل كثافة قدام منطقة جزاء ليفربول، وكمان يقدر يعمل اصلا ضغط عالي على ليفربول ويستخلص الكرة من مدافعينه، لان ليفربول بنسبة كبيرة هيلعب بالاثنين المدافعين ماتب وفابينيو، لان فان دايك مصاب ولوفرين مصاب، فانت بنسبة كبيرة هتلعب بماتب وفابينيو. بس في شكوك ان لوفرين ممكن يرجع قبل ماتش بايرن ميونخ، فبايرن ميونخ ممكن يلعب ضغط عالي ويقدر يستخلص الكرة بكل سهولة من ليفربول لو الاثنين اللي هيلعبوا هم ماتب وفابينيو. حتى لو لوفن من الملعب برضه يقدر ياخد الكوره بكل سهوله من دفاع ليفربول. الناحيه الثانيه بقى ليفربول بيعتمد على 4-2-3-1 او 4-3-3. بس التشكيله اللي هيلعب بيها النهارده قدام بايرن ميونخ انا وجهه نظري هيلعب بال 4-3-3، هيلعب في نص الملعب بديرسون ومينر ونابيكيتا. بس انا وجهه نظري في كل من الحالتين او كل الحالات ما تلعبش ديرسون في نص الملعب، لان ديرسون لما الكوره بتجيله بيبطئ اللعب، بيبطل اللعب سواء بقى يلعبها ورا او يلعبها لقدام. المهم هو بيبطل اللعب بكل المقاييس. انت لازم تلاقي حل انت تلعبش من ديرسون في نص الملعب. بس ليفربول عنده مشكله برضه، وهي مشكله الباكين سواء بيرتسون او ارنولد، الاثنين بيبقى فيهم مساحه في ظهرهم كبيره جدا. دي المساحه ممكن تتغطى لو الاثنين الوينجات وهم رجعوا يدافعوا، او حتى الاثنين نص الملعب ساندوا اثنين الباكات اللي هم يدافعوا معاهم. لكن الناحيه الهجوميه بقى ماني وفيرمينيو وصلاح، دي بقى معضله كبيره جدا. هيلعب 4-2-3-1 ويخلي صلاح مهاجم وشاكيري ناحيه الوينج وفيرمينيو يلعب من 10، او يبدل ويلعب وينج وصلاح مهاجم؟ هقول لك انا من وجهه نظري التشكيله امثل للعب في الناحيه الهجوميه، يلعب بصلاح مهاجم ويلعب بشاكيري لاعب نمره 10، ويلعب بماني وينج وممكن يخش مع صلاح في الهجوم. ليه بقى يلعب بالتشكيله ده؟ يلعب اقرب 4-4-2 دايما، لان صلاح لو لعب على مدافعين بايرن ميونخ هيقدر ياخد الكره بكل سهوله. ليه؟ لان نيكو كوفاتش بيلعب هاي لاين كبير جدا من بايرن ميونخ، فما يلعب هاي لاين كبير فصلاح لو لعب الكره في ظهر مدافعين بايرن ميونخ هيقدر ياخد الكره بسرعته ويلعب بيها كبير، عكس ان يلعب وينج. لو لعب وينج ديفيد الابا سريع وهيقدر ياخد الكره منه او يقدر يقفل عليه بكل المقاييس. فانت لازم تلعب بصلاح مهاجم في الماتش ده بالذات، او حتى تلعب بيه وينج في بدايه الماتش، وبتري هو يتسحب ويخش زي اي ماتش بيلعبه بيبدا وينج ويخش مهاجم. فانت لازم تلعب التشكيله دي قدام بايرن ميونخ، لان بايرن ميونخ بيلعب هاي لاين وتقدر تلعب في دفاعه بكل سهوله. خلينا بقى نروح ليوفنتوس والاتليتي. غياب اتلتيكو مدريد في ماتش يوفنتوس هو هيبقى كوكي ولوكاس هرنانديز، بس بيقولوا في شكوك انهم يلعبوا الماتش دون وممكن لا، فيعني ممكن يلعبوا وممكن لا، بس الارجح انهم هيغيبوا عن المباراه. وغيابات يوفنتوس هما كوادرادو وكوستا، بس كوستا برضه بيقولوا ممكن انه يلعب المباراه. اخر 5 ماتشات للاتليتي كسب 3 وخسر 2، واحد قدام ريال مدريد 3-1 وواحد قدام ريال بيتيز 1-0. اخر 5 ماتشات لليوفي كسب 3 وخسر 1 قدام اتلانتا 3-0 وتعادل مع بارما 3-3. والفريقين لعبوا بعض مره واحده او مرتين في 2014 وتعادلوا 0-0 في تورينو في ايطاليا، ويوفنتوس خسر 1-0 في مدريد في فيسنتي كارتيلون، وخرج تقريبا ساعتها من نصف النهائي او تقريبا خرج من دور الثمانيه.
يوفنتوس بيعتمد على 4 3 3، اما الناحيه الثانيه اتلتيكو مدريد بيعتمد على 4 4 4 2. يوفنتوس بيلعب 4 3 3 وبيلعب احيانا برنالدو مهاجم صريح ومانزوكيتش على ناحيه الشمال، لكن في ماتش اتلتيكو مدريد يوم الاربعاء لازم 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 يلعب على الاقل 4 4 2 او يلعب 4 4 2 دايموند او يلعب 4 3 3 يبقى فيهم ده كتير. ليه؟ لان منظومه اتلتيكو مدريد اللي هم بيلعبوا 4 4 2 ومحافظين جدا والاثنين مهاجمين هم اللي بيواجهوا، بس اللي بيبقى منظومه كلها متكتله ورا، ولما بتفتح وبتلعب ونجات كتير بيوسعوا الملعب ويفتحوا الملعب على الاخر، فبضطر ان الباكات والباكين والونجين اللي بيبقوا مدافعين في اتلتيكو مدريد يعملوا ستريتشنج في الملعب، فانت بتقدر تعتمد على الحته دي وتلعب الحته دي. لكن لو انت لعبت 4 3 3 او 4 4 4 2 دايموند ولعبت ان انت تخترق من العمق هتعزي، وهو اصلا مش هيخترق ومش هتعرف تسجل في الوندا بتربلي تاني، فانت لازم تعتمد ان انت تلعب بونجات كتير وتوسع الملعب على اتلتيكو مدريد. الناحيه الثانيه اتلتيكو مدريد بيلعب 4 4 2 وبيعتمد على كل اعتماد اللي هو يدافع، ومنظومه دفاعيه قويه جدا، ولما بيهاجم بيهاجم بساول وليمار ومراتا وجريزمان او ديجو كوستا وجريزمان، وبتدي بيهاجم وبيلعب على العرضيات وبيعتمد على العرضيات كتير جدا. اتلتيكو مدريد ويوفنتوس مباراه صعبه جدا على الفريقين سواء في تورين او في فيزيا او في لندن بتربلي تاني، فانت لازم الفريقين تكتكوا صح، سيميوني ما يقلفش، أليجري ما يقلفش، ومباراة تخرج في أبهى صوره. والسيناريو اللي أنا حاطه إن أتلتيكو مدريد هيفضل مدافع ويوفنتوس هو اللي هيحاول إنه يجيب جون، وفي الآخر أتلتيكو مدريد هيخطف جون أو اتنين في الواندا متربليتانو ويروح هناك في تورينو هيقفل تماما ويقف في مناطقه ويوفنتوس هيتعصب عقبال ما يجيب جون. بس برضه السيناريو المجنون بقى اللي محدش يتوقعه خالص إن المدربين الاتنين يتجننوا، وسيميوني وأليجري ده يقول إن سيميوني هيدافع وده يقول إن أليجري هيدافع، يقول لك مهاجم أنا وأفاجئه والاتنين يهاجموا ومباراة تبقى على أعلى مستوى تبقى أحسن تقريبا مباراه في دوري الابطال، فمش عارف ايه اللي هيحصل بس هنشوف. بعد ما اتكلمنا على كل المباريات جه حان ووقت التوقعات. بالنسبه لماتش شالكي وسيتي، سيتي هيكسب الماتش رايح جاي وهيصعد بفارق كبير، وتقريبا شالكي هيروح يقول له جوارديولا خد اتفضل يا باشا الصعود، انا مش عايز صعود ومش عايز اتهزى بصراحه. اما مباراه ليون وبرشلونه فانا اتوقع مباراه صعبه جدا على برشلونه في فرنسا وسهله نسبيا في الكامب نو، وتوقع في الماتشين ان برشلونه هيصعد بعد صعوبه كبيره. اما سهرة الاربعاء مع يوفنتوس واتلتيكو مدريد فانا توقعاتي ان ريال اتلتيكو مدريد هيكسب في الواندا متربليتانو، ويوفنتوس هيكسب في تورينو، والمباراه ممكن تروح اكسترا تايم او ضربات جزاء، بس في الاخر اللي هيصعد هو يوفنتوس. اما بقى لسهرة يوم الثلاث وهي ليفربول وبايرن ميونخ، مباراه تبقى صعبه وفيها اهداف كتير سواء بقى في انفيلد او حتى في أليانز أرينا، فانا برضو حاسس هو الماتش ده هيروح اكسترا تايم او ضربات جزاء، بس في الاخر اللي هيصعد هو ليفربول. بس هو ده كان كلامي على ماتشات يوم الاربعاء ويوم التلات، وبالاول في الاخر ده راي شخص واحد، قول لي انتوا رايكم في الكومنتس في المباريات، وقولوا كمان توقعاتكم مين اللي هيصعد في الاربع ماتشات دول. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك، عشان اللايك بيوصل الحلقه لاكبر عدد ممكن من الناس ويخليك اول قوائم البحث، واعمل سبسكرايب في القناه وفعل زر الجرس يجيلك كل جديد، وكمان عشان نوصل 300 مشترك قبل نهايه الشهر 500 قبل الامم افريقيا و1000 قبل نهايه السنه، فساعدوني نحقق الاهداف ديا، واعمل شير على فيسبوك ريتويت على تويتر وتابعني على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك تويتر انستجرام في الديسكريبشن تحت. وكان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.